يقول: أنا في بلد لا يوجد فيها علماء على المنهج السليم وفيها فتن كثيرة، يقول: ما نصيحتكم لي بالطريقة المثلى لتربية أولادي على العقيدة الصحيحة منذ الصغر؟ وهل ترون أن أدرسهم في كتب أهل العلم كتب معينة؟ مختصرات في العقيدة، في مختصرات في العقيدة تلقنهم إياها وتدرسهم إياها وتشرحها لهم، تربيهم على التوحيد وعلى العقيدة. نعم، وهذا من حقهم عليك. نعم.